المعتصمين، وهو اعتقد أنه يعني لن تظهر الصور بكل تلك الدموية والبشاعة. هي كان هناك يعني تغطية مباشرة يعني أعتقد أنهم وظهرت الصور. يعني أقنعوه أنه تم ترحيل ولم لا يوجد تصوير، لا يوجد كذا. أعتقد أنه أقنعوه بهذه الصورة، وأنه سيستطيع بذاك الكلام أن يقنع العالم أنه حدث شوية خلاف وما في شيء، ومثله مثل أي قتلة في أي مكان. إذن وصلت رائحة الدماء للجميع وأغرقت إلى الآن جزء كبير من النظام. في مقابلة أستاذ إسماعيل في قناة سهيل لوالد أحد الشهداء، في نهاية المقابلة قال: أنا أعرف قاتل ابني، وإذا لم تنصف لي الثورة أو لم ينصف لي أحد، فأنا أعرف أين قتل ابني وسوف أخذ حقي بيدي. هذا هو أصلا يعني لهجة اليمنيين عادة أو في المجتمع الذي نعيش فيه. هل ممكن أن نقول الأهالي سوف يأخذون حقوقهم بأيديهم إذا لم ينصفهم أحد؟ كل أولياء الدم والشعب اليمني، أنا أعتقد الأغلبية العظمى من الناس المثقفين والقانونيين وغيرهم، يعلمون ويقضون الشك باليقين بأنه فعلا يعني جريمة بشعة وفعلا النظام ارتكبها. أما بالنسبة لحقوقهم ويعرفوا بأنه من قاتل أولادهم، يعني ما أعتقدش أن نوصل بهذا الغباء، لا يعرفوا، هم عارفين. ولذلك الذي كانوا وسط الساحة سواء من أولياء الدم أو من الناس الذي قريبين من الوضع كانوا عارفين، ما عدا بعض الذي كانوا يغرر بهم بالقنوات الأخبارية ووضع لهم أحيان علي محسن وأحيان فلان وأحيان الحوثيين كما ذكرتي. لكن في المقام الأول أقول بأنه بالنسبة لأولياء الدم حقهم قائم وموجود، هم لم قانون الحصانة ومن حقهم قانون الحصانة لا يحصن أي شخص، قانون الحصانة باطل، لا شرعية لا قانونية على الإطلاق، دستور أعلى منه يعني أعلى منه. ومن حقنا بوجود قضاء عادل أن نقدم طعن مرة واحدة فقط، يعني في جزئية معينة ممكن يبطل، يعني قانون الحصانة ليس محصن بهذا الشكل الذي. لكن أيضا أنبه إلى نقطة جوهرية بأن أولياء الدم حقوقهم قائمة وموجودة ولا تسقط إلا بتنازلهم، إذا حضروا وتنازلوا على دماء أولادهم وهذا مستحيل يتنازل. أما لا يمكن أي شخص يجي هو يتنازل عن حقي وعن هذا. لذلك أولياء الدم بصدق متفاعلين معنا من بداية القضية، يعني وكانوا معنا أول بأول، وقبلوا بمقاطعة وقبلوا بأننا نقحمهم في القضية، وإحنا ما قحمناهم في القضية كلها، كما ذكرت لكم أنه 4 من الجرحى فقط دخلنا في القضية وواصلنا فيها حتى انتهى وقدمت الآن للمحاكمة. أما أولياء الدم لم يدخلوا في القضية، ولذلك من حقهم يرفعوا قضيتهم متى ما شاءوا ويتابعوا القتلة متى ما شاءوا حتى في الوقت الراهن. لكن الوقت الراهن الظروف غير مهيئة، الوقت الراهن لا وجود قضاء مستقل ولا عادل ولا ما في استقلالية كاملة ولا زالت الأجهزة الأمنية في ضمن نظام كامل. فأنا أعتقد أنه مستقبلا من حقهم يرفعوا دعوة في أي لحظة، وقانون الحصانة لن يقف حائلا أبدا. وفي دراسة كثيرة جدا قانونية إحنا بحثنا فيها، يعني أن هذه الحصانة لا تقف حائل على الإطلاق. أستاذ غمدان، كان هناك من يقول بعد حدوث جمعة الكرامة أنها كانت فرصة لاجتثاث النظام بالكامل، وأنه تم تغطيتها بالمسار السياسي وتم يعني إجهاض، يعني كما يقولون أنها إجهضت الثورة بطريقة سياسية. هل بالإمكان لإعادة المسار الثوري خصوصا الآن بعد ذكرى جمعة الكرامة وبعد تصريحات الرئيس المخلوع واستفزازه للثوار؟ يعني يمكن أن يكون هناك نوع من المنطق في هذا الحديث، لكن أيضا ليس إلى النهاية أنها أجهضت نجاح الثورة. يعني في النهاية الرجل كان لديه، لازالت كانت يعني لديه القوة العسكرية، ولا زال يحتفظ بقدراته التخطيطية في مسائل احتفاظه بالكرسي. يعني نحن نعرف أن الرجل خضع كثيرا بعد أن شاهد اهتزاز العالم، بعد أن اهتز أركان النظام بعد الاستقالة التي حدثت، كان الرجل فعلا بدأ يتراخى، لكن هو تراخي الامتصاص وليس تراخي الرحيل. يعني هو كان يمتص الصدمة، حاول القبول ببعض التسويات سواء في جلساته منزل النائب مع عدد من الأطراف سواء في المشترك أو علي محسن أو بعضهم مع الوساطات الخليجية. يعني كان الرجل بدأ، لكن هو قبوله بتلك المطالبات
أو ثم بدأ يضع الشروط تدريجيا، ثم بدأ يستغل عامل الزمن. لكن مع ذلك أعتقد أن المسار السياسي برأيي نجح يعني إلى حد الممكن. والآن عودة المسار الثوري من خلال تصريحات شباب الثورة بأنه سوف يعودون للتصعيد الثوري، خصوصا بعد التصريحات اللي ذكرتها. هو الحل الوحيد أمامهم، طالما الرجل متواجد أمام الشاشات، صنع له قناة تلفزيونية وأخذ أجهزة قناة الفضاء اليمنية التي هي حق الشعب ونقلها إلى منزل تابع لابنه ويبث منه قناة فضائية بكل تلك الإمكانيات، أيضا أطلق إذاعة ويديرها ابن أخيه، ويستخدم أيضا أجهزة البث التابعة لإذاعة صنعاء أو البرنامج العام، يعني الناس يعني صورته لا زالت تستفزهم طالما هم قدموا كل هذه التضحيات. الناس قدموا الدم على عبد الله صالح، لم يقدم شيء، هو يحاول أن يستغل كل شيء، حتى دماء الناس حاول أن يستغلها. جمعة يعني ربما بقي متمسك بحكاية يعني ما حدث له في دار الرئاسة من التفجير الذي حدث في دار الرئاسة، حاول أن يستغله وإلى الآن يحاول أن يكسب التعاطف فيه، لكن أصبحت أعتقد ورقة محروقة. يعني طالما يعني حدث الحادث وهو يطالب بمسألة السير في مسألة المحاكمة، لكن مسألة جمعة الكرامة لا يطالب في السير فيها. يعني هذه الدماء يعني مختلفة عن الدماء التي سالت في دار الرئاسة، أليس هو رئيس الجميع؟ يعني يفترض أن نفكر بهذه الطريقة. يعني ماذا لو حدث أن سقط أحد أبنائه في ذلك الحادث مقابل هؤلاء الاثنين والخمسين شخصا الذين سقطوا؟ يعني يفكر أيضا بالمنطق أن هذا الدم واحد، سواء ابن الرئيس أو أولئك الذين ذهبوا في جمعة الكرامة. فوجود علي عبد الله صالح لا زال مستفزا، وأعتقد أنه يستدعي فعل آخر قد يقوم به الشباب وهم معذورون. إذن استدعاءات ما قد يحدث سنناقشه ربما لاحقا. أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكركم ضيوفي هنا في الاستوديو، الصحفي الأستاذ غمدان اليوسفي والمحامي الأستاذ إسماعيل الديلمي. أيضا أشكركم أعزائي المشاهدين، وأترككم والوطن برعاية الله وحفظه.